ما حتى كي نحبوا نعملوا مسلسل تاريخي ويحكي شوية على شخصية تاريخية، فإن ما نعملوش بائع المعدنوس، دون أن أذكر الأسماء، نحن نذكر حكوا على القيمة. نعم. بائع المعدنوس الذي قاوم عشرات السنين، والذي ترك أوروبا ومغرياتها وملاهيها وعاد ليؤسس وليبني الجامعة والعلم ويعطي طلبة وغيره، ما نعملوش مسلسل اسمه بائع المعدنوس حتى نشيع الإرادة عند أبنائنا. وكيفاش بائع المعدنوس هذايا دكتور عظيم وكبير برشا، ولكن ما هبطش خشمه، بائع المعدنوس ليعيش بشرف وما خلاش بلاده لبرا، ما مشاش يخدم في النازا وقعد في تونس، قعد يقاوم. ما نعملوش مسلسل الدغباجي، ما نعملوش علي بن غدير، نعملو شورب. السفاح شورب يصبح شخصية تاريخية، وهو قتال وسفاح وبيه وعليه، نغلفه بلابوس أخلاقي يقولوا راهو مرضي أمه، مرضي أمه، وبالتالي يولي الواحد يكلم وليده يقول وليدي برا يجعلك ان شاء الله تجينا كيما شورب. هكا امه، الام فرحانه بوليدها، شافت تشورب شخصيه باره بامها، فهذا ما ياخذون. ما سموش علي ابن ابي طالب، ما نعملوا علي شورب. نعم.